ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة جدا هي الموصل تيست. الموصل تيست ده بيبقى موجود في مادة اسمها evaluation او بيبقى ليها اسم مختصر اسمها eval. الايفاليويشن هتدرسوها في سنة تانية ترم اول وترم تاني. نسيبنا من المادة وندخل على الموصل تيست. اول حاجة هبدأها في الموصل تيست هي التعريف، بس نيجي نترجم كلمة الموصل تيست دي بالعربي. موصل تيست اختبار للعضلة. انا باجي اعمل اختبار للعضلة علشان اشوف قوة العضلة اللي قدامي دي واصلة لغاية فين. نفس كده بالظبط لما الجامعة تيجي تعمل اختبار للطالب في المادة الفلانية علشان تشوف قوة الطالب في المادة دي واصلة لغاية فين. فهيبقى التعريف بتاع المسل تيست is a technique used to measure a strength of a muscle or group of muscle. تكنيك انا بستخدمه علشان اعرف قوة العضلة دي واصلة لغاية فين. فيجي حد يسألني هو أنا على أي أساس بحدد قوة العضلة؟ بقول له الجامعة بتحدد قوة الطالب على أساس حاجة اسمها جريد. في الجامعة في جريد A، جريد B، جريد C، وكل جريد منهم بيبقى ليه البوزيتيف وبيبقى ليه النيجاتيف. الماسل تيست كذلك أنا بحدد قوة العضلة عن طريق حاجة اسمها جريد، وكل جريد في الماسل تيست بيبقى ليه البوزيتيف بتاعه وليه النيجاتيف. أنا بس بدي أمثلة علشان الأمثلة دي هي اللي هتفكرنا بالحاجة. بس قبل ما ادخل على موضوع الجريدز احب اعرفكم بالكلاسيفيكيشن اوف ذا ماسل. الماسل ليها 3 كلاسيفيكيشنز. اول كلاسيفيكيشن معانا هو الاجونست وبنسميه اسم تاني هو البرايم موفر. تاني واحد معانا هو الانتاجونست والتالت هو السينرجست. نيجي نعرف اول واحد اللي هو الاجونست او البرايم موفر. التعريف بتاعه يبقى ايه؟ is a muscle or group of muscles that makes a major movement at the joint. هي العضلة الأساسية اللي بتعمل لي الحركة في الجوينت. ندي مثال، أنا لما أجي أعمل الإلبو فليكشن الميجور ماسل اللي بتعمل لي الحركة اللي هي الإلبو فليكشن هي البراكيريس، هي المين ماسل بتاعة الإلبو فليكشن، فهي اللي بيحصل لها الكونتراكشن علشان تحقق لي الحركة اللي أنا عاوزها، فهنسميها الأجونست أو البرايم موفر. نيجي على الأنتاجونست، والأنتاجونست عكس الأجونست، والتعريف بتاعها هيبقى إيه؟ is a muscle or group of muscles that makes an opposite action to the prime mover. هي العضلة اللي بتعمل لي حركة معاكسة للبرايم موفر. نيجي ندي مثال برضو على الالبو فليكشن. جينا عملنا الالبو فليكشن، العضلة اللي هي اللي اسمها البراكياليس هي اللي عملت لي الحركة، هي اساس الحركة دي. طب ايه العضلة اللي بتحاول ترجع الفور ارم ده لورا او بتحاول تعمل الالبو اكستنشن؟ هي الترايسبس. فالترايسبس بيحصل لها ريلاكسيشن لما اجي اعمل كونتراكشن للبراكياليس، لما اجي اعمل الالبو فليكشن. فالترايسبس هي اللي حصل لها ريلاكسيشن وهي اللي بتحاول تعمل الاوبوزيت اكشن، فهسميها الانتاجونست. في قانون دلوقتي هيظهر قدامكم على الشاشه، هيبقى الاجونست ايكوال الكونتراكشن والانتاجونست ايكوال الريلاكسيشن. القانون ده هنعرف بيه اي اجونست واي انتاجونست بسهوله، وهنيجي نطبقه على الالبو فليكشن كاننا ما نعرفش حاجه. الالبو فليكشن ايه العضله اللي حصلت فيها كونتراكشن او العضله المسؤوله عن الالبو فليكشن؟ هي البراكياليس. البراكياليس هي اللي حصل لها الكونتراكشن، فهنشيل كلمه كونتراكشن وهنحط براكياليس، فهيبقى البراكياليس ايكوال الاجونست. طب عايزين نعرف الانتاجونست، ايه العضله اللي حصل لها ريلاكسيشن وانا باجي بعمل الالبو فليكشن؟ هي الترايسبس. فنيجي نشيل كلمه ريلاكسيشن ونحط الترايسبس، فهيبقى الترايسبس ايكوال الانتاجونست. وكده عرفنا الاجونست والانتاجونست بكل سهوله. نيجي على تالت نوع هو السينرجست، والسينرجست ده ليه تلات انواع. اول نوع نيوترالايزنج او كاونتر اكتنج سينرجست، تاني نوع كونجوينت سينرجست، التالت هو الفيكسيتور او الاستابلايزنج سينرجست. نيجي على اول نوع اللي هو النيوترالايزنج سينرجست. التعريف بتاعه ايه؟ muscles contract to prevent unwanted movement produced by a prime mover. يعني ايه؟ عضله بتعمل كونتراكشن علشان تمنع حركه غير مرغوب فيها او حركه احنا مش عاوزينها بتحصل عن طريق البرايم موفر. هاجي هدي مثال، انا لما اجي بشيل حاجه بعمل فينجر فليكشن، الفينجر فليكسور muscles طبيعي بتساعد في الريست فليكشن، فهتعمل لي ريست فليكشن، بس انا مش عاوز الريست فليكشن،
فالريست فليكشن ده هو اللي هيبقى الانوانتد موفمنت. طب انا عايز اشيله، اشيله عن طريق ايه؟ الحركه اللي عكسها، الريست اكستنشن، فهشيله عن طريق الريست اكستنسور ماسلز. فهيبقى الريست اكستنسور ماسلز هي النيوتراليزنج سينرجست، والانوانتد موفمنت هو الريست فليكشن. نيجي على تاني نوع هو الكونجوينت سينرجست، تو اور مور ماسلز ورك توجذر تو بروديوس ا ديزايرد موفمنت، عضلتين او اكتر بيشتغلوا مع بعض علشان يحققوا لي حركه انا عاوزها. زي ايه؟ انا لما باجي بعمل ريست اكستنشن، ايه العضلات اللي مسؤوله عن الريست اكستنشن؟ هما 3 عضلات، اكستنسور كاربي رادياليس بريفيس، اكستنسور كاربي رادياليس لونجس، واكستنسور كاربي النيرس. التلاتة بيشتغلوا مع بعض علشان يحققوا لي الريست اكستنشن. طب لو واحدة منهم اشتغلت، لو مثلا قلنا اكستنسور كاربي النيرس، هتعمل لي ريست اكستنشن مع النر ديفيشن. طب لو الاكستنسور كاربي رادياليس سواء اللونجس او البريفيس هي اللي اشتغلوا، او واحدة منهم اشتغلت لوحديهم، هتعمل لي ريست اكستنشن مع راديال ديفيشن. طب انا عايز اعمل الريست اكستنشن لوحده، التلات عضلات هيشتغلوا مع بعض علشان يحققوا لي الهدف اللي انا عاوزه اللي هو الريست اكستنشن. نيجي على اخر نوع وهو الفيكسيتور سينرجست، ده عضلات بتشتغل علشان تمنع حركة في الجوينت اللي قريب من الجوينت اللي بيحصل فيه الموفمنت. يعني ايه؟ انا لما اجي اعمل الالبو فليكشن، ايه الجوينت اللي قريب من الالبو؟ هو الشولدر جوينت. العضلات بتاعت الشولدر جوينت هتعمل كونتراكشن او هتحاول تثبت لي الشولدر جوينت اثناء ان انا بعمل الالبو فليكشن. وكده يبقى خلصنا الكلاسيفيكيشن بتاعت الماسلز، وهندخل على الجريدز. الماسل تيست بيبقى ليه 6 جريدز، وبيبقى تركيبهم كده: جريد 0، جريد 1، جريد 2، جريد 3، جريد 4، جريد 5. ويجي سؤال سهل جدا في الامتحان ويقول لك الماسل تيست بيتكون من كام جريدز، يقول لك 5 جريدز ولا 6 جريدز ولا 7 جريدز، ومعظمنا بيختار ال 5 جريدز. بيقول لك علشان اخر جريد بيبقى جريد 5، فبيبقى مجموعهم كلهم على بعض 5 جريدز. ودي اجابه غلط، علشان في جريد 0 انت نسيت تحسبه معاهم. نيجي نشرح جريد 0 وجريد 1 مع بعض. في قانون دلوقتي هيظهر قدامكم على الشاشه، جريد 0 ايكوال 2 نو، جريد 1 ايكوال 1 نو. يعني ايه 2 نو و 1 نو؟ جريد 0 ده بيبقى ليه اسم تاني بنسميه البارالايسز، الشلل. عايزين بقى نعرف القانون ايه اللي هو 2 نو. جريد 0 نو كونتراكشن نو موفمنت، مفيش كونتراكشن ولا في حركه، فعشان كده بنسميه بارالايسز. نيجي على جريد 1 1 نو، والجريد 1 ده بيبقى ليه اسم تاني بنسميه تريس. 1 نو دي اللي هي نو موفمنت بس بيحصل فيه كونتراكشن. فيجي حد يسالني يقول لي طب ازاي جريد 1 بيحصل فيه كونتراكشن بس مش بيحصل موفمنت؟ هقول له علشان الكونتراكشن اللي بيحصل ده كونتراكشن ضعيف جدا، ما بيقدرش ان هو يقوم جوينت او يحرك جوينت، فبيبقى نو موفمنت. طب واحد يقول لي طب طالما جريد 1 وجريد 0 نو موفمنت، طب احنا هنفرقهم ازاي؟ هقول له هنفرقهم عن طريق البالبيشن. انا باجي بعمل بالبيشن للعضله، سواء في البالك بتاع المسل، سواء في الاوريجين بتاع المسل، سواء في الانسيرشن، اي مكان من الثلاثه دول تمشي. لو حسيت ان العضله حصل فيها كونتراكشن يبقى ده جريد 1، لو حسيت العضله ما حصلش فيها حاجه خالص ده ياخد جريد 0. نيجي على جريد 3 وجريد 2. الجريد 3 بيتسمى بالفير والجريد 2 بيتسمى بالبور. الجريد 2 بيبقى فول رينج اوف موشن بس بيبقى اليمينيتد للجرافيتي. يعني ايه اليمينيتد للجرافيتي؟ يعني بيبقى بارلل للجرافيتي. يعني انا لما اجي اعمل الب فليكشن هعمل، ما اعملهاش كده انتي للجرافيتي، لا اعملها اليمينيت للجرافيتي، بيبقى بارلل للجرافيتي بس طبعا مش بالبوزيشن بتاعي، بيبقى ليها بوزيشن تاني معين هنقوله المحاضرة الجاية. نيجي على جريد 3. جريد 3 بيبقى فول رينج اوف موشن بس بيبقى انتي للجرافيتي. يعني لما اجي اعمل البو فليكشن هعمله كده انتي للجرافيتي، عكس الجاذبية. نيجي على الجريد 4 والجريد 5. الجريد 4 بنسميه بالجود والجريد 5 بنسميه بالنورمال. الاتنين فول رينج اوف موشن والاتنين انتي للجرافيتي،
والاتنين بنستخدم معاهم ريزيستنس، بس جريد 4 بنستخدم مودريت ريزيستنس والجريد 5 بنستخدم ماكسيمم ريزيستنس. وكده يبقى خلصنا الجريدز وحكاية البوستيف والنيجاتيف، هنقولها المحاضرة الجاية في الفيديو الجاي ان شاء الله علشان تفهموها بسهولة. وكده يبقى خلصنا الفيديو، ويا رب يكون الفيديو عجبكم، ويا رب تكونوا فهمتوا، واشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله.